المهم هذه في رحلة بحث عن جمهروشة وعائشة عائشة البحرية بطبيعة الحال، ويقال أن هذه تسمى ب لغروت موندارين، وهو مكان يعود إلى ما قبل التاريخ، قد سكنه الهومو سيبينز والنياندرتال. أنا الآن أتجول وحيدا في هذه الأنفاق الخالية من البشر. هناك إضاءة، لكن كما ترون لا وجود لبشري، يعني هنا تسمع أثار خطوات قدمي فوق الحصى، يعني وهناك تسربات للمياه، هناك درج، يبدو أنني سألتقي بشرا قريبا يعني لنراه.